اهلا بكم يا شباب، ورجعنا مع بعض في فيديو جديد ان شاء الله. يا شباب الفيديو ده هنشرح فيه ازاي تجيب هيد شوت في جميع الاسلحه. فما تنسوش تصلوا على النبي قبل بدايه الفيديو، والناس اللي مش مشتركه في القناه تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. ان شاء الله يا شباب دي طريقه سهله وبسيطه جدا للناس اللي هي هتستصعبها. لا الطريقه سهله جدا. فهنشوف معانا اول سلاح حلو هو الشوت جان، مع ان في اسلحه تانية كتير وهنشوفها مع بعض دلوقتي في الفيديو. فما تنسوش تعملوا لايك، ويلا نشوف مع بعض سلاح الشوت جان. اول حاجه بتعملها ان انت بتقعد على الارض وبضغطه شديده منك على الكون مع اتجاه الخصم جت هيت شوت على طول. ومعانا بقى الاسلحة يا شباب، باقي الاسلحة كلها بسيطة جدا. انت مش بتحتاج ان انت تعمل مجهود زي الشوتجن، لان الشوتجن تقيل جدا. فتابع معايا ويلا نشوف الفيديو. بالنسبة للأسلحة الخفيفة يا شباب فهي سهلة جدا، إن أنت بتقعد على الأرض وتضرب عادي جدا. بس في أسلحة محتاجة الثبات، إن أنت مجرد ما تقعد على الأرض تثبت مكانك وتقوم تضرب، زي ما هتشوفوا معانا دلوقتي بعض اللقطات هوريها لكم وهشرحها لكم. مثلا يا شباب معانا سلاح نسر الصحراء، ومعانا سلاح الـ AK. ومعانا مثلا سلاح الدراجونوف. معظم الاسلحه الخفيفه يا شباب اللي هي زي السكار، الام 4، الام ب40، اليو ام بي، كل الاسلحه دي مش بتحتاج ثبات. انما الاسلحه اللي زي الدراجونوف ونصر الصحراء لازم تحتاج لي ثبات، زي ما انتوا هتشوفوا اللقطات دي. لما تشوف قد ايه ان الاستقرار عامل اساسي في الهيد شوت وتشوف اللقطات دي وتنفذها، اقول لك مبروك عليك الهيد شوت. فيا شباب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد ان شاء الله. وان شاء الله يا شباب هنعمل تحدي جديد انا ودراجانوف بسلاح صعب جدا، وهيبقى التصوير من جانبين، الجانب اللي عنده والجانب اللي عندي هيبقى في فيديو واحد. فما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الفيديو التحدي ان شاء الله يوم السبت او يوم الاحد ان شاء الله. واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله يا شباب.